صباح الفل الناس الكل، كشف مدرب النادي الافريقي زوفونغا عن قائمة الفريق التي ستليق يوم السبت فريق الاسماعيلي المصري في الجولة الاخيرة من دورة ابطال افريقيا. والقائمة ضمت ايمن المتلوتي، ايمن جبالله، عاطف الدخيلي، يوسف العياشي، بيل العيفة، فخر الدين الجزيري، حمزة العقربي، علي العابدي، سندر العبيدي، ويسام بن يحيى، غازي العيادي، زهير الذوادي، رودريك واسي، ابراهيم عموشيلي، ايوب مشيرك، منو بالحديد، زكريا العبيدي، باشيرو كامباوري، ياسين الشميخي، بليل الخفيفي، ديريكس ساركو، وادم التاوس. بالتوفيق للنادي الافريقي. ما تنسيش جيم على الفيديو وابوني عشان يوتيوب بتاعنا.